الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة هتكون مهمة ومميزة جدا، لأن في الحقيقة مليئة بالأخبار العديدة سواء بتخص النادي الأهلي بالطبع، وأيضا أخبار محلية وأخبار أخرى عالمية، وهيكون عندنا في التفاصيل كتيرة جدا هنتكلم وهنعلق كمان عليها. فالريتم بتاع الحلقة النهاردة هيكون سريع شوية عشان نحاول ناخد أكبر قدر ممكن من الأخبار. الجزء الثاني من حلقة النهاردة هيشرفني وينورني في الاستوديو الدكتور إبراهيم داوود، مدير تحرير جريدة الكرة والملاعب، وكلام هيكون مهم قوي على بعض الملفات على الساحة الرياضية المحلية أكثر تحديدا. نروح نشوف أهم وأبرز العناوين ونرجع نتكلم، يلا بينا. سيد عبد الحفيظ يعلن قائمة الأهلي الإفريقية. الفريق الأول يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة اطلع بره. محمد يوسف اطلع بره فريق مجهول ومواجهته صعبة. الأهلي يحدد 23 أغسطس لمواجهة الإياب أمام بطل جنوب السودان. الأهلي يواجه بيراميدز في كأس مصر 17 أغسطس. اتحاد الكرة يقرر توحيد الكرة المستخدمة في مباريات الدوري. مدرب أستون فيلا تريزيجيه تأقلم سريعا. طيب عندنا كلام كتير قوي في بعض الملفات الهامة جدا، سواء اللي بيتعلق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وملفات أخرى كمان محلية. وفيما يخص النادي الأهلي جانب إنشائي مهم قوي، لو حضراتكم كنتم متابعينا من شوية في تغطية خاصة جدا لطبعا افتتاح المدرج الجديد للنادي الأهلي وكل ما يحتويه هذا المدرج من احتياجات خاصة للفريق الأول لكرة القدم. دي لقطات قدام حضراتكم على الشاشة، ودي لحظة قص شريط الافتتاح لهذا المدرج من خلال تواجد طبعا رمز النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب وأحد عظماء كرة القدم ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بجانب الكابتن حسام عاشور، الكابتن سعد عبد الحفيظ، الأستاذ طارق أنديل، مستر مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، كمان المهندس الاستشاري سامح علي كامل، واللي عمل مجهود كبير جدا جدا في هذا الصدد. فبالتالي خطوة كانت مهمة وخطوة مميزة جدا في إطار جهود النادي الأهلي لتطوير البنية التحتية لكافة المنشآت الرياضية، ده شيء في الحقيقة غاية في الأهمية. كمان توفير كافة وسائل الدعم لفريق كرة القدم وللجهاز الفني لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة. أنا بعمل لك كل حاجة أنت عايزها، بلبي لك كل احتياجاتك عشان إن شاء الله بإذن الله أنت كمان تلبي لي كل ما أتمناه كجمهور وكمجلس إدارة من حيث الألقاب والبطولات اللي دايما متعود عليها جمهور النادي الأهلي. كمان اليوم الافتتاح شهد افتتاح غرفتين خلع ملابس مجهزة بأعلى مواصفات منح الراحة للاعبين والجهاز الفني، بعد أن تم نقل مكان غرف خلع الملابس من المدرج المقصورة. زي ما حضراتكم كنتوا عارفين أن غرف خلع ملابس للنادي الأهلي كانت في المدرج القديم اللي هيتم هدمه واستغلال هذه المساحة لأمور أخرى تكون في صالح أعضاء النادي الأهلي، وبالتالي إلى أسفل المدرج الجديد. كل هذه الأمور اتنقلت لأسفل المدرج الجديد، بجانب غرف خلع الملابس تم تأسيس كمان صالة جيم جديدة مزودة بأحدث ما توصل له العلم في مجالات الأجهزة الرياضية والقياسات البدنية، فضلا عن إنشاء مركز جديد للاستشفاء، وده أمر غاية في الأهمية والحتمية في الحقيقة، والتعامل مع الإجهاد العضلي وهو المركز المواكب لأحدث التطورات التكنولوجية أيضا في هذا المجال، خاصة أن معظم الإصابات زي ما حضراتكم عارفين وتابعتوا السنة اللي فاتت إصابات كانت كتيرة جدا ضربت فريق النادي الأهلي، كان بسبب الإجهاد وكان بسبب إيه كمان الموسم الاستثنائي اللي مر به النادي الأهلي الموسم المنقضي من خلال مباريات في كأس مصر، دوري أبطال أفريقيا، فكان طبيعي جدا يكون في إجهاد، طبيعي جدا كان يكون ناتج عن الإجهاد ده عدد كبير من الإصابات. فبالتالي القدرة على الاستشفاء من الإصابات من خلال هذه الأجهزة الحديثة ومن خلال هذه التطورات التكنولوجية الحديثة لطبعا التقليل قدر المستطاع. خلينا برضو نتفق مع بعض ان اكيد وارد لا قدر الله يكون في إصابات، لكن المؤكد بإذن الله ان الإصابات مش هتكون بهذا الكم اللي شفناه الموسم اللي فات. انت بتحاول ان انت تتفاداها بس، لكن الإصابة في الآخر قضاء وقدر، يعني طبيعي ان يجي إصابة، يعني ده شيء بيبقى قدر يعني.
لكن في نفس الوقت انت بتحاول تتفادى هذه الاصابه، وده بيبقى شيء مهم جدا. كمان بجانب غرف جاكوزي وساونا، كمان التطوير ده في خطوه من خطوات في اطار التطوير الشامل لملعب مختار التتش، واللي بدأ بتطوير المدرج المقابل المكسورة اللي طبعا زي ما حضراتكم شايفين أسفله هذه اللقطات، وفضلا عن البدء في تطوير أرضية ملعب التتش لتوفير المزيد من الراحة للاعبين أثناء التدريبات، خاصة أن ملعب كرة القدم أحد أهم عناصر اللعبة سواء على مستوى التنفيذ الخططي أو على مستوى الحفاظ على اللاعبين من الإصابات. أمور في الحقيقة عديدة ومهمة جدا بيتم تطويرها في النادي الأهلي علشان تتجنب الإصابات وعشان تلبي كل الاحتياجات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم. في الحقيقة اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي لقطات تاريخية ولقطات رائعة جدا. النادي الأهلي ومجلس إدارته بالتحديد بيقدروا ان هم يحققوا كل وعودهم، بيقدروا ان هم ينفذوا كل الكلام اللي اتكلموا فيه مع أعضاء الجمعية العمومية، وكمان اللي اتكلموا فيه مع جمهور النادي الأهلي في توقيت الانتخابات. كابتن محمود الخطيب بجوار كابتن سعد عبد الحفيظ، الدكتور طبعا مهند مجدي موجود، المهندس سامح علي كامل، ايضا المهندس خالد الدرندلي، عدد كبير جدا، استاذ محمد الجرحي عضو مجلس الاداره، يعني كل رموز، استاذ جمال جبر مدير اداره الاعلام بالنادي الاهلي، امير توفيق طبعا كمان مدير اداره التعاقدات، واللي عامل مجهود رائع 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 جدا جدا في الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت من خلال بعض التعاقدات الهامه جدا، من جانب طبعا مستر مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي. شيء جيد وشيء مميز طبعا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وكلام كان مهم قوي كمان لو حضراتكم تابعتوا التغطيه من خلال المهندس سامح علي كامل، واللي قال ايه، وده شيء مهم قوي يا جماعه لازم ناكده على حضراتكم، ان اللي قال ان احنا قعدنا الاول مع الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره عشان نشوف احتياجات الفريق ايه، وعرفنا الاحتياجات ونفذناها بالظبط. اللي احتاجه واللي قاله الكابتن سعد عبد الحفيظ في الجلسه معاه ما بين المستشار سامح علي كامل المستشار الهندسي مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن سيد، قال له احنا محتاجين كذا وكذا وكذا، كل الاحتياجات تم تلبيتها. كمان قعد مع مخطط الاحمال عشان يشوف الاجهزه الحديثه ايه واللي احنا محتاجينه ايه في النادي الاهلي، وفعلا حصل وقدر النادي الأهلي إن هو يطور من هذه الأمور في إطار عدد كبير جدا من التطورات الإنشائية والاجتماعية والرياضية اللي النادي الأهلي أعلن عنها وبصدد كمان الإعلان عنها خلال المراحل اللي جاية. حدث مهم وحدث سعيد في الحياة لكل جماهير النادي الأهلي. طيب نروح لشق محلي شوية، وإحنا عارفين إن خلاص امبارح تم إعلان بداية بطولة الدوري الجديد، الموعد بالتحديد امتى؟ الموعد يوم 19 سبتمبر، وده شيء مهم ان انت بتعلن من بدري، وده شيء كويس في الحقيقة، وشيء ايضا رائع ان انت تحاول تتفادى اي ازمات حصلت خلال الموسم المنقضي من بطولة الدوري بالتحديد. فبطولة الدوري ان شاء الله هتبتدي يوم 19، قبلها بيوم بالظبط هتبقى مباراة السوبر ما بين الاهلي والزمالك، لسه ما تمش تحديد هل المباراة هتكون في استاد القاهرة او هتكون في دولة اخرى، ده من خلال التنسيق مع الشركة الراعية. ان جدول كاس مصر امبارح كان الكلام على ان مباراة الاهلي وبيراميدز هتكون في نص شهر 8 يوم 16 او 17 او 18 بشكل نهائي، بشكل نهائي مباراة الاهلي وبيراميدز بقت يوم 17 8، يعني انت دلوقتي عندك تحديات هامة قوي 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 قبل ما تخش في بطولة الدوري. بطولة الدوري يوم 19، قبلها بقى عندك ايه؟ ماتشين بتوع فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في مستهل المشوار الافريقي بطوله دوري ابطال افريقيا بالتحديد، في وسطهم هيتخللهم بطوله كاس مصر او بالتحديد مباراه بيراميدز في دور ال 16 من هذه البطوله، بطوله كاس مصر ان شاء الله هتكون يوم 17، وبعد كده ترجع بعد مباراه العوده مع فريق اطلع بره تلاعب او تكمل بطوله كاس مصر اللي المفروض ان شاء الله باذن الله تخلص اول شهر 9 بالتحديد يوم 5/9، وان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في الفوز بهذه التحديات اللي بتتمثل بايه؟ اولا ان انت خلاص تعدي الدور التمهيدي، وده ان شاء الله باذن الله امر يعني طبيعي، وان شاء الله ان الفريق يكون موفق ويعدي هذا الدور تتاهل لدور ال 32، بعد كده باذن الله باذن الله تصعد لدور الثمانيه تكمل كاس مصر تخلصه باذن الله تفوز بيه. كمان هيبقى عندك التحدي الاخير قبل انطلاق بطوله الدوري وهو الفوز بالسوبر المحلي من خلال مواجهه نادي الزمالك يوم 18 سبتمبر. انت
طبعا الجدول الخاص بمباراه كاس مصر دور ال 16 ودور ال 8 وقبل النهائي كمان لموسم 2018-2019. الاهلي وبيراميدز يوم 17/8 هيلاعب اللي فائز باذن الله ان شاء الله يكون النادي الاهلي الفائز بمباراه الاهلي وبيراميدز، هيلاعب حرس الحدود يوم 28/8 على استاد الجيش ايضا ببرج العرب، يوم 28/8 ايضا مباراه الزمالك ومصر المقاصه في دور الثمانيه، وبعدين عندك مباريات نصف النهائي هتكون من خلال المتاهل من دور الثمانيه اللي هيواجه فريق الاتحاد، وايضا يعني الاهلي باذن الله وتاهل هو اللي هيلاعب الاتحاد، والزمالك او مصر المقاصه اللي هتاهل منهم هيلاعب بترو جيت في دور نصف النهائي، وبعد كده المباراه النهائيه ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي يكون طرف في هذه المباراة. ده الجدول الخاص بكاس مصر. بالتالي الاستعدادات قوية بالنسبة للنادي الأهلي خلال الفترة الحالية، عشان زي ما قلت لحضراتكم عندك تحديات كثيرة جدا، إن شاء الله بإذن الله تكون موفق في الفوز بيها وموفق كمان في التأهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا. الأقرب إيه دلوقتي؟ المباراة الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا مع فريق اطلع بره بطل جنوب السودان. المباراتين خلاص في مصر هيتلعبوا بعد التنسيق مع الاتحاد الأفريقي وبعد طلب من فريق جنوب السودان فريق اطلع بره ان هو يلعب الماتشين هنا في مصر، يعني المباراه بتاعته اللي هي مباراه الذهاب بالتحديد هيلعبه في مصر عشان الملعب عنده في الجوبه هناك مش مهيئ لاستضافه مباريات في الفتره الحاليه. فالمباراه هتكون يوم 11 ان شاء الله على استاد الجيش في برج العرب، دي المباراه الاولى. المباراه الثانيه هتكون يوم 23 ايضا في استاد الجيش ببرج العرب. بالتالي استعدادات قويه جدا من النادي الاهلي. اول امبارح النادي الاهلي ابتدى استعداداته بعد فتره راحه وحسم بطوله الدوري، الكلام اللي حضراتكم كلكم متابعينه ده، لكن الاهم الفتره اللي جايه استعدادات قويه من خلال مران اول امس وامس واليوم من خلال برنامج محدد واستراتيجيه حاططها الجهاز الفني في اطار الاستعداد للمباراه الاولى ان شاء الله امام فريق اطلع بره يوم 11. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. في هذه اللحظات كمان مران النادي الاهلي بيبتدي بعد طبعا افتتاح المدرج الجديد والغرف الجديده للاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني. امور كلها مهمه، نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في تحقيق كل اهدافه وطموحات، طبيعي جدا طموحات كل الجماهير الاهلاويه. طيب خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز المتألق كريم احمد من رئيس القناة الاهلي من خلال صورة حية من مقر نادي الاهلي بالجزيرة وبتحديد ملعب التتش مع زميلنا العزيز كريم احمد عشان يقول لنا اخر استعدادات واخر الامور الخاصة وكواليس الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي في مرانو اليوم. يا كريم مساء الخير عليك، اتفضل قول لنا اخر الكواليس عندك ايه. بجد التحيه ليك زميلي امير وبرحب بيك طبعا، برحب بكل الساده المشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي. الاستعدادات على قدم وساق بالنسبه للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي للموسم الجديد، وايضا كمان تحديدا مباراه بطل جنوب السودان اللي ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جيده لفريق النادي الاهلي في البطوله المحببه لكل جمهور النادي الاهلي. في هذه اللحظات يمكن قبل التدريب طبعا كالعاده زي ما شفنا من خلالك ومن خلال شاشه الاهلي افتتاح طبعا الجزء الخاص باللاعبين، الاستشفاء، الساونا، الجاكوزي، البخار، منشأة مميزة جدا طبعا، هي يعني بيطلق عليها مدرج كرة القدم الجديد، لكن حاجة رائعة جدا. لسه كمان المدرج هيكون فيه شغل كبير جدا أمير، حاجة رائعة ومميزة بنتمنى إن شاء الله إن اللعيبة تستفيد بيها بشكل كبير جدا، وكان قرار أكثر من رائع ومميز. يعني لجنة التخطيط الكابتن طه، الكابتن محمود الخطيب أيضا كمان كرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اهتم بشكل كبير إن يكون في الأجهزة دي، لأن الإصابات الكتيرة اللي قابلت النادي الأهلي خلال المرحلة الماضية خلت إن لابد يكون في تطبيق على أرض الواقع، ان احنا يكون في عندنا اجهزه تساعد اللعيبه بشكل كبير مع الضغط الكبير جدا للبطولات والمباريات واللغط الكبير في الجدول المسابقات زي ما تابعنا طبعا في الموسم الماضي. لكن ان شاء الله باذن الله كل هذه الامور بالنسبه للموسم ده يكون موفق لفريق النادي الاهلي، الجدول يكون منتظم، المباريات تكون بمواعيد محدده وثابته. ارجع معاك لتدريب فريق النادي الاهلي، يمكن زي ما انت شايف طبعا زميلي امير في الخلفيه التدريب بالفعل انطلق مستر مارتن لاسارتي كالعاده، كابتن سيد بيكون في محاضره سريعه للاعبين قبل انطلاق المران. لكن بشكل عام تدريب النهارده اكيد هيكون في جزء خططي، النهارده كمان اتاكدنا ان يكون في مباراه غدا لسه لم يتم تحديد الاسم بالتحديد، لكن اللي احنا عارفينه ان يكون في مباراه وديه لفريق النادي الاهلي استعدادا للموسم القادم واستعدادا لفريق بطل جنوب السودان، وايضا كمان يكون في اطمئنان كبير على كل الوافدين الجدد على فريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يكون زي ما احنا عارفين، يعني الو ديانج، محمود متولي، مجدي قفشه، كل اللعيبه دي طبعا ان شاء الله باذن الله تكون ليها اضافه لفريق النادي الاهلي، جاهزين بدنيا، جاهزين فنيا، ينقصهم ان شاء الله الانسجام، يعني بنتمنى الانسجام
يكون سريع مع هؤلاء اللاعبين في المباراه الوديه اللي ان شاء الله بنتاكد منها من الكابتن سعيد عبد الحفيظ في خلال يعني انتهاء المباراه باذن الله نعرف طرف المباراه ميعاد المباراه. لكن زي ما اكدنا وقلنا زميل امير هتكون في مباراه وديه لفريق النادي الاهلي استعدادا للموسم القادم وتحديدا لمباراه جنوب السودان. بنتمنى التدريبات تكون بدون اصابات. مباراه الغد ايضا كمان يستفيد منها بشكل كبير جدا النادي الاهلي، يطمئن على الحاله البدنيه لكافه اللاعبين وبالتحديد الوافدين الجدد. نقطه كمان مهمه عايز اكلمك فيها زميلي امير وهي المصابين. عندنا عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي في المراحل النهائيه وفي لاعبي لسه مطوله شويه في الاصابات. يعني اذكر معاك شريف اكرامي وسعد سمير ومحمد محمود ومؤمن زكريا وكريم ندبد، دول اللاعبين اللي احنا بنفتقدهم حتى هذه اللحظه في المستطيل الاخضر. لكن ثلاث اسابيع مثلا نقدر نقول سعد سمير نقدر يخش جماعي، شريف اكرامي في خلال اسبوعين، محمد محمود لسه مطول شويه نقدر نقول 30 يوم يفصلوا معاه بشكل كبير. لكن كل الامور الحمد لله لعبتنا العدد قل جدا 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 بالنسبه للاصابات. ان شاء الله باذن الله زميل امير النادي الاهلي يكون موفق خلال المرحله القادمه سواء في بطوله مباراه بطل جنوب السودان او مباراه بيراميدز اللي تم تحديدها بالتحديد في كاس مصر. ان شاء الله باذن الله كل الامور تكون على ما يرام لفريق النادي الاهلي. عوده ليك زميلي امير. أسألك سريعا مدى أثر التطورات الجديدة وبالتحديد فيما يتعلق بمدرج الأهلي الجديد والأجهزة الخاصة بالاستشفاء، الأثر بالنسبة للاعبين وتفاعلهم مع هذا الحدث، انطباعاتهم إيه ورأيهم إيه؟ وأنت أكيد قريب من الحدث بشكل كبير جدا. كريم لسه معانا يا جماعة ولا إيه؟ تمام؟ فكريم عايز اعرف اللاعبين رد فعلهم ايه بعد طبعا توافر كل الامكانيات الخاصه بهم واحتياجاتهم اللي هم كانوا بيتمنوها في النادي الاهلي. معانا كريم معانا؟ طيب خلاص فصل يعني للاسف كريم، هنحاول نرجع له مره ثانيه. لكن هو الراجل قال لنا كل الامور الخاصه بالتدريبات وكمان تطرق في بدايه كلامه لمدرج او افتتاح المدرج الجديد بالتحديد لغرف خلع الملابس والاجهزه الاستشفائيه وكل هذه الامور. كلام كان مهم جدا وطمنا بشكل كبير جدا على كواليس الفريق الاول في اطار استعداده للمباراه الاولى في بطوله دوري ابطال افريقيا. زي ما قال لنا كريم كمان كده خلاص بشكل رسمي بكره هيكون في مباراه وديه للنادي الاهلي في استاد مختار التتش. لسه مش عارفين طرف هذه المباراه مع النادي الاهلي هيكون مين، وهنعرف خلال ساعات او بكره بكتير يتم الاعلان يعني. طيب نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في استعداده. النهارده ذكرى حدثين مهمين جدا، نبتدي بمباراه القرن. زي النهارده 4/8/2001 كانت مباراه الاهلي وريال مدريد، مباراه القرن. ليه سميت بمباراه القرن؟ عشان النادي الاهلي كان لسه تم تتويجه كبطل القرن الافريقي، في المقابل ريال مدريد تم تتويجه من بطل القرن الاوروبي. دي لقطات طبعا محدش يقدر ينساها اطلاقا، اللي عصروا هذه المباراه اكيد ما ينسوش كل كواليس المباراه دي، مباراه الاهلي وريال مدريد. مباراه كانت مهمه جدا للجماهير الاهلاويه، هي طبعا كانت على لقب بطل القرن وفي كاس بالمناسبه كده النادي الاهلي استلمه لبطوله القرن. بعد هذه المباراة بعد الفوز تألق فيها عدد كبير جدا من اللاعبين، علاء إبراهيم لو تفتكروا، خالد بيبو عمل مباراة كبيرة، صاحب الهدف طبعا اللي احنا شايفينه على الشاشة دلوقتي سان داي لاعب النادي الأهلي السابق، من تمريرة أكثر من رائعة لحسام غالي كابتن النادي الأهلي، وكان هو الموهبة الصاعدة في الكرة المصرية في هذا التوقيت. فبالتالي مباراة تاريخية ما حدش يقدر ينساها. خليني أقول لحضراتكم بالتحديد تفاصيل هذه المباراة. في 4 أغسطس 2001 حقق النادي الأهلي فوزا وديا تاريخيا على ريال مدريد في مباراة الاحتفال بتتويج الناديين بلقب القرن. ده اتكلمنا في المباراة طبعا كان في استاد القاهرة وبحضور كامل نجوم النادي الملكي الشهير طبعا نادي ريال مدريد. تشكيل النادي الأهلي بقى في التوقيت ده كان مين؟ نفتكر مع بعض الذكريات السعيدة دي بتبقى حلوة في الحقيقة يعني، والحمد لله دايما في ذكريات سعيدة في تاريخ النادي الأهلي. تشكيل النادي الأهلي في هذا التوقيت كان عصام الحضري في حراسة المرمى، أشرف أمين وشادي محمد ووائل جمعة وسعيد عبد العزيز في خط الدفاع، حسام غالي وهادي خشبة وخالد بيبو ومحمد جودة وأحمد أبو مسلم، وكان المهاجم علاء إبراهيم. مباراة النادي الأهلي ضيع فيها فرص كتير جدا، وأيضا فريق ريال مدريد في الحقيقة ضيع فيها فرص كتير جدا. تألق في المباراة دي حارس مرمى الفريق في هذا التوقيت عصام الحضري، وتألق عدد كبير جدا من اللاعبين لو تفتكروا. ده كان بعد كأس العالم للشباب 2001 اللي مصر فازت بالميدالية البرونزية فيه، كان عندنا بقى جيل صاعد من اللاعبين في النادي الأهلي سواء أحمد أبو مسلم، كان في ناس كتير، كان في حسام غالي، كان في بعض اللاعبين وزي وائل رياض اللي شارك في الشوط الثاني وعمل مباراة كبيرة،
كان عندنا مجموعه من اللاعبين المميزين. ده كان تشكيل النادي الاهلي، ده الهدف طبعا اتكلمنا عليه، هدف صندي. لكن في مقابل تشكيل ريال مدريد بقى كان مين؟ كان طبعا تحت قياده بوسكي طبعا مدير الفني الشهير اللي فاز بكاس العالم مع منتخب الاسباني، وهو نجم طبعا الكره الاسبانيه واحد المدربين الكبار في تاريخ اسبانيا، وكان مدرب ريال مدريد في هذا التوقيت هو ديفيد بوسكي. التشكيل كان مدجج بالنجوم في الحقيقه، سيزار في حراسه المرمى، ده تشكيل ريال مدريد، فرناندو هييرو طبعا نجم الدفاع الاسباني الكبير، وجيريمي النجم الكاميروني، وكارانكا طبعا المدافع المعروف، وروبرتو كارلوس اللي عمل مباراه كبيره ايضا، وماكاليلي نجم نجوم خط الوسط على مستوى العالم ايضا في هذا التوقيت، وهلجيرا ولويس فيجو، وكان لسه منتقل بقاله سنه تقريبا من برشلونه في صفقه كانت قياسيه، وكمان نجم النجوم كان متواجد زين الدين زيدان، وسافيو كان موجود ايضا، وراؤول جونزاليس الهداف التاريخي لريال مدريد. مباراه ما تتنسيش اطلاقا، وحدث كان سعيد جدا جدا جدا. دي كانت اول حاجه من ضمن ذكريات اليوم النهارده، او يعني في مثل هذا اليوم حدث امور مهمه جدا وتاريخيه، منهم كانت مباراه الاهلي وريال مدريد. نروح لمباراه اخرى، وزي النهارده بالتحديد يوم 4 أغسطس 1985، الاهلي يفوز على الزمالك بنتيجه 3-2 في ربع نهائي كاس مصر. دي لقطات من هذه المباراه، والاهلي كان قرر مواجهه الزمالك بدون لاعبي الفريق الاول بعد قرار التاريخي من مجلس الاداره بقياده الراحل العظيم طبعا كابتن صالح سليم، بايقاف 16 لاعب في النادي الاهلي. 16 لاعب ايه؟ اساسيين، 16 لاعب احسن من بعض في هذا التوقيت يعني، وكان قرار مهم جدا من مجلس اداره النادي الاهلي في التوقيت ده. النادي الاهلي دخل المباراه حامل لقب اخر نسختين بقياده الجنرال الراحل محمود الجهري، بفريق مكون من اشبال الاهلي تحت 18 و21 سنه. يعني الاهلي كان او الـ 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 الاداره والكابتن صالح سليم كانوا خدوا قرار باستبعاد اللاعبين اللي ممكن يكونوا تمردوا بشكل او باخر، لكن النادي الاهلي دايما بيحافظ على قيمه ومبادئه، شيء مفروغ منه. وتم تصعيد عدد من اللاعبين تحت سن 18 سنه و21 سنه، كان بيقودهم طبعا الحارس الشاب في التوقيت ده الكابتن احمد شوبير، وكان امامه في خط الدفاع كل من احمد جمال وعلاء عبد الصادق وضياء عبد الصمد ومحمد سعد، وفي خط الوسط كان مكون من محمد بدر او من عفوا من بدر رجب وحماده مرزوق ومحمد عبد العزيز والكابتن محمد السيد، بينما خط الهجوم كان مكون من حسام حسن ناشئ كان ساعتها وشمس حامد، ونزل في الشوط الثاني عاطف الالباني بدل من محمد عبد العزيز وطارق خليل بدل من حماده مرزوق. فريق نادي الزمالك بقى في التوقيت ده كان معاه مين؟ كان بيضم مين من اللعيبه؟ ناصر عبد اللطيف لحراسه المرمى، امامه كل من الكابتن محمد صلاح، هشام يكن، سعيد الجدي، بدر حامد، في خط الوسط كان كل من الكابتن فاروق جعفر كان نجم الفريق في التوقيت ده، اشرف قاسم، ايمن يونس، وخط الهجوم كان مكون من احمد عبد الحليم والغاني كوارشي وطارق يحيى، وفي الشوط الثاني نزل كل من محمد حلمي واحمد عبد الحليم ومجدي الشلبي بدلا من طارق يحيى، نزل محمد حلمي مكان احمد عبد الحليم ومجدي الشلبي بدلا من طارق يحيى. المباراه بعد 3 دقائق تقدم اشبال النادي الاهلي بهدف عن طريق حماده مرزوق، وجي رد الزمالك سريعا عن طريق فاروق جعفر في الدقيقه الرابعه لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1، وعاود الاهلي تقدمه في الدقيقه 56 عن طريق محمد السيد، وتعادل ايمانويل كوارشي في الدقيقه 65 لنادي الزمالك لينتهي الوقت الاصلي لتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما. في الوقت الاضافي حسم البديل طارق خليل بطاقه التاهل للاهلي في الدقيقه 5 من الشوط الثالث، مفجرا واحده من كبرى المفاجات في كاس مصر، وهي مفاجاه في الحقيقه تاريخيه لن تنسى في تاريخ الكره المصريه. طيب، احداث كانت مهمه وكان لازم نفكر حضراتكم بيها. ندخل بقى في حلقه النهارده ونشوف اهم وابرز العناوين اللي اتكتبت عن النادي الاهلي في الصحف النهارده ايه. يلا بينا. الاخبار، صفقات الاهلي الجديده جاهزه لاول مباراه افريقيه. المصري اليوم، لاسارتي يرفض المغامره بالصفقات امام اطلع بره، اجاييه يتمسك بالبقاء في القلعه الحمراء، والعروض تنهال على حمدي وسعد ومحمود يبدأان الجري حول الملعب.
الأخبار المسائي، تأجيل حسم مصير المهاجمين، الأهلي يرفع حالة الطوارئ استعدادا لانطلاق دوري الأبطال وتحذير للمتهاونين. المساء، طوارئ في الأهلي بسبب الحراس الشناوي وإكرامي تحت العلاج، تدريبات قوية للطفي وطارق وشوبير. في الأخبار المسائي، لاسارتي يطمئن على نيدفيد، انتظام شريف إكرامي في التدريبات خلال أسبوعين. في الأخبار، الأهلي بلا إصابات قريبا. المسا، لاسارتي يدرس كوت سمير ونيدفيد ومحمود إفريقيا. روزل يوسف، الأهلي يناقش عروض الصيف بعد تحديد قائمة الراحلين. الوطن، الأهلي يحدد شرط رحيل حمودي إلى أمريكا. طيب، يعني عندنا كلام كتير، لكن في البداية قبل ما نعلق الأخبار على الأخبار، خلينا أقول لحضراتكم إن كان في مباراة ابتدت الساعة 4 عصرا، مباراة كأس الدرع الخيرية في إنجلترا ما بين ليفربول ومانشستر سيتي. مانشستر سيتي بطل كل البطولات في إنجلترا، وليفربول شارك في هذه المباراة لأنه هو كان المركز الثاني في بطولة الدوري بالتحديد. المباراة انتهت في الوقت الأصلي والإضافي نتيجة 1-1، وفي الاخر للاسف مانشستر سيتي فازت على ليفربول بضربات الجزاء الترجيحيه عشان يتوجوا بهذا اللقب. كنا نتمنى ان محمد صلاح يتوج بلقب جديد بعد ما توج بالتشامبيونز ليج مع ليفربول. طيب، مباراه كانت في بدايه يعني موسم الكروي في انجلترا، والدوري خلاص هيبتدي يوم الجمعه القادم في انجلترا، واكيد بيبقى يوم مهم قوي لكل عشاق الكره بشكل عام ان هم يتفرجوا على الدوري الانجليزي بمتعته طبعا. طيب، نرجع بقى ونروح لأخبار النادي الأهلي في الصحف، وعايز أبتدي بجريدة الأخبار. جريدة الأخبار بتتكلم على أن صفقات الأهلي الجديدة جاهزة لأول مباراة إفريقية. احنا عارفين النادي الأهلي عنده مباراة يوم 11 أمام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، فبالتالي النادي الأهلي دعم صفوفه بعض الصفقات، أبرزهم أليو ديانج لاعب خط الوسط المالي، وأيضا عندك محمد مجدي أفشة لاعب خط الوسط المهاجم، وأيضا عندك محمود متولي المدافع، بجانب طبعا تجديد إعارة رمضان صبحي. وكل الصفقات دي جاهزة للمشاركة، مستنية إشارة الجهاز الفني بقيادة مستر مارتين لاسارتي، وإن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي بقيمته المتكاملة يكون قادر على تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويكون قادر على بداية مميزة في هذه البطولة. نروح للمصري اليوم. المصري اليوم بتقول ايه؟ بتقول ان لاسارتي بيرفض المغامره بالصفقات امام اطلع بره. ده في الاخر بيبقى قرار جهاز فني، هو اضرب حاله اللاعبين البدنيه سواء اللاعبين الجدد او اللاعبين اللي كانوا موجودين اصلا في النادي الاهلي، كل ده متروك للجهاز الفني، هو ادرى بكل هذه الامور. بقيه الخبر، اجاي تمسك بالبقاء في القلعه الحمراء، اجاي موجود في النادي الاهلي. العروض تنهال على احمد حمدي، احمد حمدي طبيعي جدا الموهبه من المواهب المميزه في الكره المصريه، وارد ممكن وارد الله اعلم يعني لسه هيتم التاكد من هذه الجزئيه بالتحديد ان النادي الاهلي طلع اللاعب اعاره، او ممكن النادي الاهلي يتمسك به في حاله ان النادي الاهلي خد قرار ان اللاعب يطلع اعاره، فاكيد اكيد هيكون في عروض كتيرة جدا للعيب بموهبة أحمد حمدي. دي طبعا لقطات لمران النادي الأهلي في اللحظات الحالية واحنا بنتكلم مع بعض كده، دي لقطات حصرية من مقر النادي الأهلي بالجزيرة وتحديد استاد مختار التتش. أكمل مع حضراتكم الخبر من جريدة المصري يوم، سعد ومحمود يبدأان الجري حول الملعب. احنا عارفين ان سعد سمير بقاله فترة في الحقيقة غايب بسبب إصابة كانت قوية في الركبة، ومحمد محمود كمان كان غايب بسبب إصابة الرباط الصليبي، هما بيتعافوا. سعد سمير قدامه 3 أسابيع إن شاء الله بالكتير ويشارك في التدريبات الجماعية، محمد محمود أيضا أمامه بالظبط 4 أسابيع وإن شاء الله يشارك في التدريبات الجماعية. 2 لعيبة مهمين قوي، وفي الحقيقة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قائمة النادي الأهلي ما فيهاش غير 4 إصابات، سعد سمير، محمد محمود، شريف إكرامي وكريم نيدفيد، وكلهم بإذن الله قربوا إن هم يعودوا للتدريبات الجماعية مع النادي الأهلي. النهارده ابتدوا يجروا حوالين الملعب كل من سعد سمير ومحمد محمود، وكلموا بعض التدريبات الخفيفة جدا بالكرة. نروح للأخبار المسائي. الأخبار المسائي بيقول إن تأجيل حسم مصير المهاجمين، والأهلي بيرفع حالة الطوارئ استعدادا لانطلاق دوري الأبطال وتحذير للمتهاونين. تحذير المتهاونين ده طبيعي، ما فيش أصلا يعني صعب إن أنت تلاقي لعيب غير ملتزم في النادي الأهلي، أو لعيب يكون متهاون في أداء واجباته داخل القلعة الحمراء، يعني الأمور دي بتبقى صعبة إن أنت تشوفها في النادي الأهلي، لكن طبيعي إن لو في حد تهاون أو حد قصر بيبقى في عقوبات، يعني شيء مفروغ منه.
حاله الطوارئ ورفعها استعدادا لانطلاق بطوله دوري ابطال افريقيا. ليه؟ لان الهدف الاساسي بالنسبه لكل الجماهير الاهلاويه هو الفوز بهذا اللقب الغائب عن دولاب بطولات النادي الاهلي لفتره كبيره. حسم مصير المهاجمين، كلام كتير جدا على المهاجمين في النادي الاهلي سواء اللي موجودين او اللي ممكن حد يجي جديد، يعني زي ما قلنا امبارح وعلقنا على القصه دي. الموضوع متروك للجنه التخطيط للكره بتنسيق مع الجهاز الفني والكابتن محمود الخطيب. وارد ان يكون في احتياج او تفكير لجلب مهاجم جديد لصفوف النادي الاهلي، وبالتحديد ممكن يكون اجنبي، يعني مش عارفين ممكن يكون اجنبي ولا محلي، بس الاقرب ان هو هيكون اجنبي. ما نشوف النادي الاهلي هيقدر او النادي الاهلي قرر بشكل نهائي التعاقد مع المهاجم. وميزه النادي الاهلي انه ما بيعلنش، النادي الاهلي ما بيعلنش عن حاجه غير لما بتخلص، فوارد ان يكون النادي الاهلي بيفكر في الاتجاه ده يعني. طيب نروح للمسا. المسا بتقول ان في طوارئ في الاهلي بسبب الحراس، الشناوي اقامه تحت العلاج وتدريبات قويه للطفي وطارق وشوبير. الشناوي عنده اجهاد بسيط، يعني مفيش مشكله عند الشناوي، سريعا او هيكون متواجد عادي بشكل طبيعي في مباراه فريق يطلع بره. اكرامي عارفين ان هو كان عمل جراحه او جراحه ازاله العظام الزائده من الركبه مؤخرا، وخلاص ناقص له بالظبط اكرامي اسبوعين ويشارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي. كمان تدريبات قويه لعلي لطفي وطارق احمد طارق سليمان واحمد او عفوا مصطفى شوبير، ليهم تدريبات قويه وده شيء طبيعي، وحراس واعدين في الحقيقه، يعني بخلاف علي لطفي حارس جيد طبعا وهو الحارس مع حراس كبار في النادي الاهلي، لكن في اثنين كويسين طالعين من قطاع الناشئين النادي الاهلي، احمد طارق سليمان ومصطفى شوبير، ان شاء الله يكون ليهم مستقبل جيد. نروح للاخبار المسائي، بتقول ان لاسارتي يطمئن على نيدفيد وانتظام شريف اكرامي في التدريبات خلال اسبوعين، ده احنا اتكلمنا فيه بالنسبه لشريف اكرامي، لكن لاسارتي كمان مهتم جدا بكريم نيدفيد احد اللاعبين المميزين جدا اللي اثبتوا تواجدهم في صفوف النادي الاهلي خلال الموسم الماضي. فان شاء الله كريم نيدفيد يعني الاصابه لسه شويه بالنسبه له ولسه محتاج فتره اكبر، يعني هو اخر المصابين اللي هيعودوا للتدريبات الجماعيه، لكن ان شاء الله نتمنى له التوفيق في العوده سريعا، لانه لعيب بيضفي اضافه جديده ومميزه جدا جدا لصفوف النادي الاهلي. نروح لجريده الاخبار، الاهلي بلا اصابات قريبا باذن الله، باذن الله النادي الاهلي هيكون من غير اصابات قريب جدا، لان خلاص زي ما قلت لحضرتك كل اللاعبين المصابين الاربعه اللي عندنا بخلاف طبعا مؤمن زكريا. مؤمن بالمناسبه لسه قدامه ثلاث اسابيع ان شاء الله يعود للتدريبات، لكن قلت لحضراتكم سعد سمير ثلاث اسابيع ايضا، محمد محمود اربع اسابيع، شريف اكرامي اسبوعين، كريم نيدفيد لسه الفتره مش عارفين قد ايه، بس ان شاء الله قريب جدا قائمه النادي الاهلي تبقى مكتمله بدون اصابات يا رب باذن الله، وده شيء هيبقى مهم ومميز جدا عشان تدي خيارات كتيره للجهاز الفني يختار مين اللي يلعب، الفكر بتاعه ينطبق على انهي من اللاعبين، فيبقى عنده حريه في الاختيار ما بين اللاعبين المتاحين في صفوف. المسا بتقول ان مستر مارتين لاسارتي بيفكر وبيدرس قيد سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود افريقيا. احنا عارفين النادي الاهلي اعلن عن قائمته الافريقيه المكونه من 26 لاعب، والقائمه المفروض ان انت تأيد 30 لاعب، لكن في نفس الوقت النادي الاهلي ساب اربع اماكن في القائمه الافريقيه تحسبا لبعض ممكن بعض الصفقات، وارد عودة بعض اللاعبين من الإصابة لما يكونوا جاهزين تماما أأيدهم، لأن هم كده كده مش هيشاركوا في الأدوار الأولى سواء دور ال 64 أو دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، فبالتالي ده موقف وضع الدراسة بالنسبة لمستر مارتين لاسارتي بالتنسيق مع الجهاز الفني بكل تأكيد. سعد سمير قيمة ولاعب مهم جدا في خط الدفاع وعنده خبرات مميزة، كريم نيدفيد اتكلمنا عنه لاعب واعد، ومحمد محمود لاعب منتظر من قبل كل الجماهير الحمراء اللي نفسها تشوف محمد محمود، اللي للأسف الشديد ما لحقش يلعب مع النادي الأهلي بعد ما جه في شهر يناير مباراة والتانية اتصاب للأسف الشديد، وقرب بإذن الله إن هو يعود لصفوف النادي الأهلي. نروح لروزل يوسف. روزل يوسف بتقول إن الأهلي يناقش عروض الصيف بعد تحديد قائمة الراحلين. الملف ده يا جماعة من الآخر كده، يعني خلال 3 أو 4 أيام بالتحديد هيكون في أخبار جديدة فيه، سواء بلاعبين خلاص بيرحلوا بشكل رسمي على أو عن النادي الأهلي، الاستغناءات، كل هذه الأمور هيتم الإعلان عنها أو هيتم حسمها إن شاء الله بإذن الله خلال 3 أو 4 أيام. طبيعي جدا أي لعيب في النادي الأهلي يجيله عروض، يعني لعيب في النادي الأهلي كون ان هو بس موجود داخل النادي الاهلي في اي نادي تاني يتمنى
ان ياخد لعيب ممكن النادي الاهلي ما يكونش بيرغب في استمراره خلال على الاقل الفتره القليله المقبله. هنشوف الملف ده هنتكلم فيه بتفاصيل اكتر بعد 3 او 4 ايام ان شاء الله باذن الله. نروح للوطن والاهلي يحدد شرط رحيل حمودي الى امريكا. حمودي يقال ان هو جاي له عرض من الدوري الامريكي، النادي الاهلي ممكن يكون عنده بعض الشروط. اكيد النادي الاهلي بيشوف مصلحه الفريق ومصلحه اللاعب وبياخد قراره بناء على ذلك، واول ما يبقى في جديد ايضا اكيد هيتم الاعلان عنه من قبل النادي الاهلي. احنا لازم هنا نتكلم في اطار رسمي دائما، ونتكلم ايضا في امور قد تكون خاطئه واخبار قد تكون خاطئه على النادي الاهلي، بنحاول ان احنا نوضحها لحضراتكم بقدر المستطاع. نروح نشوف اخبار الاهلي على المواقع ايه، يلا بينا. الموقع الرسمي للاهلي، عبد الحفيظ يعلن قائمه الاهلي الافريقيه. الشروق، محمد يوسف اطلع بره فريق مجهول ومواجهته صعبه. فيتو، عبد الحفيظ يطمئن على اجراءات استقبال بعثه اطلع بره. مبتدا، الاهلي يحدد موعد مباراه الاياب الافريقي امام اطلع بره. اليوم السابع، عبد الحفيظ يستفسر عن موقف المصابين في الاهلي. البوابه سبورت، اليوم الاهلي يواصل استعداداته لمواجهه بطل جنوب السودان. سوبر كوره، الاهلي يتسلم درع جديد خلال حفل الاوسكار عقب عيد الاضحى. وان ثري، الاهلي يكشف حقيقه ازمه اجاييه مع لاسارتي. الموقع الرسمي للاهلي، عسل يتوج ببطوله العالم الاسكواج. ان شاء الله نعيش دور نهائي رائع جدا بين العملاقين، النادي الذي سيقسم من تونس والنادي الاهلي المصري. يا فلافيو سبعة جول يا شادي محمد، كرة طويلة في عرض الدفاع التونسي، لمسة من عماد مدعب، مرتدة، تصويب وجول جول 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 محمد أبو دريكة في تتويج النادي الأهلي للمرة الخامسة في تاريخه. ألف مبروك بالطبع لكل عشاق النادي الأهلي والكرة المصرية بصفة عامة. طيب، ذكريات عديده طبعا مع بطوله دوري ابطال افريقيا، نتمنى باذن الله بدايه تكون قويه للنادي الاهلي في هذه البطوله، ويكون بيسعى بشكل قوي كالعاده ان هو يفوز بهذا اللقب ويرجعه لجمهور النادي الاهلي تاني. نبتدي بالموقع الرسمي للنادي الاهلي، كابتن سيد عبد الحفيظ بيعلن القائمه الافريقيه للفريق. خلينا اقول لحضراتكم القائمه الافريقيه بعد ما تم اعلانها بشكل رسمي. محمد الشناوي وعلي لطفي وشريف اكرامي في حراسه المرمى، محمد هاني واحمد فتحي ورامي ربيعه وايمن اشرف وياسر ابراهيم ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمود متولي في خط الدفاع، اليو ديانج وحمدي فتحي، عمرو السليه، حسام عاشور، صالح جمعه، وليد سليمان، محمد مجدي قفشه، وحسين الشحات، وجيرالدو داكوستا، واحمد الشيخ ورمضان صبحي في خط الوسط، وكمان جونيور اجاييه ووليد ازارو ومروان محسن وصلاح محسن في خط الهجوم. دي قائمه النادي الاهلي الافريقيه، هعيدها على حضراتكم تاني عشان تبقوا عارفينها بشكل اكبر. في حراسه المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي وشريف اكرامي، في خط الدفاع كل من محمد هاني، احمد فتحي، ورامي ربيعه، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، ومحمود وحيد، وعلي معلول، محمود متولي، ده خط الدفاع. في نص الملعب كل من اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السليه، حسام عاشور، وصالح جمعه، وليد سليمان، ومحمد مجدي قفشه الوافد الجديد، وحسين الشحات، وجيرالدو داكوستا، واحمد الشيخ، ورمضان صبحي. ده بالنسبه لخط الوسط. في الهجوم كل من جونيور اجاييه ووليد ازارو ومروان محسن وصلاح محسن. دي قائمه النادي الاهلي مكونه من كام؟ من 26 لاعب. يتبقى ليك اربع اماكن في القائمه الافريقيه في الفتره القادمه، بالتحديد فتره الانتقالات اللي هتكون في شهر يناير القادم. ده كان من الموقع الرسمي للنادي الاهلي. نروح للشروق.
الشروق بتتكلم عن تصريح للكابتن محمد يوسف، قال ان فريق اطلع بره فريق مجهول ومواجهته هتكون صعبه. طبعا فريق يعتبر مجهول، لكن النادي الاهلي والجهاز الفني بالتحديد بيعكف على دراسه هذا الفريق من خلال بعض اللقطات الخاصه بيه عشان يوقف على نقاط القوه والضعف. مواجهه اكيد صعبه لان انت مش عارف مدى قوه هذا المنافس، لا قدر الله لا قدر الله وارد يكون فيه مفاجات في البطوله بشكل عام، يعني وارد موضوع المفاجات ده، فانت لازم تعمل حسابك قوي في احترام هذا الفريق. والنادي الاهلي فعلا دايما بيحترم اي فريق سواء كبير او صغير، اسمه كبير او اسمه صغير، فبيبقى تركيزك ايه؟ ان انت تكسب المباراه. الفريق اللي قدامك ضعيف قوي، انت بتلعب بطريقتك بتلعب بشخصيتك، وده المنتظر من النادي الاهلي، وده كلام كمان الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق الاول لكره قدم من النادي الاهلي. نروح لفيتو كابتن سعيد عبد الحفيظ، يطمئن على اجراءات استقبال بعثه فريق اطلع بره. زي ما حضراتكم عرفتوا خلاص ان الماتش هيكون في استاد برج العرب، بعد ما هو كان من المفترض ان هو يكون في جنوب السودان، لكن طلب الفريق الجنوب السوداني فريق اطلع بره انه يلعب الماتش بتاعه في مصر بسبب عدم جاهزيه الملعب الخاص بيهم هناك في جنوب السودان لاستضافه المباراه، وتم التنسيق بشكل كامل مع الاتحاد الافريقي لكره القدم وتم الموافقه على هذه الجزئيه، فخلاص الموضوع اتحسن. فبالتالي كابتن سعيد عبد الحفيظ طلب من الكابتن سمير عدلي المدير الاداري لفريق النادي الاهلي في استقبال الفريق ويشوف كل احتياجاتهم وانهاء كل الاجراءات الخاصه بالاستقبال بالنسبه لفريق اطلع بره. نروح لمبتدا بتقول ايه؟ بتقول ان الاهلي يحدد موعد مباراه الاياب الافريقي امام اطلع بره. المباراه الثانيه بالتالي هي مباراه النادي الاهلي، المباراه الاولى مباراه فريق اطلع بره في مصر، بس هي مباراته تعتبر مباراه الذهاب، مباراه الاياب هي مباراه النادي الاهلي. فبالتالي الميعاد اتحدد خلاص يوم 23 اغسطس الجاري، وهتكون ايضا في استاد الجيش ببرج العرب. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراتين، يكون مجموع النتيجه في الماتشين للنادي الاهلي بشكل مريح للادوار المجهوله بتحديد دور ال 32 من هذه المسابقه. اعتقد اول مره النادي الاهلي يشارك في الدور ال 64 في تاريخه. نروح لليوم السابع. اليوم السابع عبد الحفيظ يستفسر عن موقف المصابين في الاهلي، وهو اتكلم مع اكيد دكتور خالد محمود طبيب الفريق واطمن بشكل كبير على حاله المصابين. وزي ما قلنا لحضراتكم اكرامي اسبوعين، سعد 3 اسابيع، محمد محمود 4 اسابيع، وكريم ندفد لسه المده بالنسبه له مش محدده، مؤمن زكريا 3 اسابيع ان شاء الله. والشارك مؤمن على فكره عنده اصابه في الركبه بيتم علاجه من هذه الاصابه. نروح للسوبر كوره. الاهلي يتسلم درع الدوري الجديد خلال حفل الاوسكار عقب عيد الاضحى. احنا عارفين البعض تساءل ليه الاهلي ما استلمش درع الدوري في الملعب، وكان المفروض في الحقيقه، يعني نفسنا برضو من ضمن الامور المهمه قوي اللي نتمنى اتحاد الكوره ان هو يهتم بيها خلال المواسم القادمه، ان يتم تسليم الدرع في ارضيه الملعب ايا كان مين هو الفائز يعني. فده هيبقى شيء مهم خصوصا في ظل عوده الجماهير، ان الجماهير تحققها ان هي تحتفل بالبطوله مع اللاعبين. لكن في العموم يعني خلاص هيتم تسليم الدرع، وهيكون بشكل مختلف على حسب الخبر يعني في خلال احتفال الاوسكار الخاص بجوائز الدوري المصري المنقضي، ومين احسن لاعب مين احسن حارس كل هذه الامور. النادي الاهلي هياخد درع شكله مختلف عن الدروع السابقه، وده هيكون بعد عيد الاضحى المبارك. كل عام وانتم بخير، وهيكون في احد الفنادق في القاهره. طيب دي يعني كانت ابرز واهم الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي في المواقع. بعد الفاصل هيكون عندنا فقره حواريه غايه في الاهميه مع الدكتور ابراهيم داوود مدير تحرير جريده الكره والملاعب، وهنتكلم في ملفات عديده جدا جدا بتخص الكره المصريه بشكل عام وبتخص النادي الاهلي بشكل خاص بعد الفاصل. بينورني وشرفني في الفقرة الأخيرة من حلقة كلام في الميديا النهاردة دكتور إبراهيم داوود مدير تحرير جريدة الكرة والملاعب. يا دكتور منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك يا أمير، أنا بسعد دايما بالالتقاء. احنا دايما بنبقى أسعد وبنبقى متشرفين بتواجد حضرتك معانا أكيد ربنا يعني. ربنا يخليك يا أمير. ملفات كتير جدا عايزين نتكلم فيها، خلينا نبتدي بالشق المحلي بشكل عام وفيما يتعلق باتحاد الكرة المصري. وأخيرا امبارح من خلال لجنة المسابقات وبعد الاجتماع مع مندوبي الأندية ال 18 في بطولة الدوري الممتاز، تم تحديد مواعيد انطلاق بطولة الدوري، مواعيد او موعد مباراة السوبر، وما تبقى من بطولة كأس مصر. رأيك في المشهد حتى الآن؟ رأيي في المشهد ان هو بادئ باللعب تاني في الجداول، بادئ بان تاني يعني مش تاني بقى 50 مليون. في وجهة نظر حضرتك ايه اللي حصل يعني اللعب اللي ممكن يكون حصل؟ موعد مباراة الأهلي وبيراميدز كان محدد ليها يوم 28/8
لماذا عدلت إلى 17؟ ولماذا تم تقديم مباراة الزمالك إلى 28 عشان ارتباطات المنتخب؟ أيوة بالضبط كده، عشان ده طيب سبب. هل ألم تكن معلنة منذ البداية؟ ما كان في حاجات كتير معلنة من البداية وللأسف كان قرارات معاكسة. أنا بتكلم بس إيه، إحنا بنقول إن إحنا ماشيين على طريق جديد وصحيح وصحيح تمام. حتى توجيهات السيد الرئيس كلها بتقول طبعا. إن أنا عاوز كرة مصرية بجد صح. توصلنا في النهاية إلى إطار العالمية بجد. طيب أنا النهاردة أولها أول قاعدة عامة انتظام المسابقات، أول قاعدة عامة في انتظام المسابقات احترام الجداول، ويبقى عندي جدول معلم من دي 1 لحد اليوم الأخير في المسابقة. ولما أحط جدول مهما ممنوع المساس أو الاقتراب منه على الإطلاق خالص. طب أنا ببدأ القصة بدي، طيب أوكي هنقول ظروف عشان خاطر طب إيه تاني اللي ممكن يستجد فممكن نغير بيه تاني؟ ولا هنغير نفس المشهد بتاع السيزون اللي فات لما اتعامل الاهلي مؤجلاته بالكرباج وغيره كان بالحط الميعاد اللي يعجبك يعني، وكانت في النتيجه في النهايه تعرض الاهلي لصعوبات كتيره جدا ادت في النهايه ان بقى في طعم كبير جدا لبطوله الدوري، يعني ربنا كافئه في النهايه لانه اجتهد اكتر من غيره فربنا حقق له في النهايه البطوله يعني. لكن هل الاهلي هيتعرض لنفس المشهد ده مره اخرى؟ ده سؤال مهم جدا. هل الجداول اللي هتعملها لجنه المسابقات وخصوصا رئيسها ما اتغيرش؟ بالظبط الحاج عامر حسين. هل هيحترم الجداول ولا هيخضع للضغوط؟ لازم يطلع بصراحه وبشجاعه ويقول انا هحترم الجداول اللي انا بحطها من اليوم الاول حتى اليوم الاخير ولن يكون هناك اي مساس بها على الاطلاق. ده شيء مهم جدا ونتمناه في الحقيقه في الموسم الجديد في مختلف البطولات المحليه، لكن في بعض الامور اللي ممكن يكون يهتم بها اتحاد الكره اللي بيحاول يعالج بها اخطاء كانت في الموسم الماضي والمواسم الماضيه بشكل عام، منها مثلا ان الكوره اللي هتلعب بيها الدوري بقت كوره موحده لكل المباريات في بطوله الدوري، بدل ما كان كل فريق صاحب ملعب هو اللي يجيب الكور بتاعته من النادي ويلعب بيها، تلاقي الكوره كده مكتوب عليها الاهلي وكوره الزمالك وكوره بيراميدز واهلي ومجره. النهارده طلع قرار ان الكوره هتكون موحده للدوري المصري، رايك ايه في القرار ده؟ حلو جدا يعني، هو مميز والمفروض ان ده كان يحصل من زمان. بس لو جينا في ماتش بيتلعب مثلا في ملعب حرس الحدود ولقينا الكور متغيره هنعمل ايه؟ هل دي تبقى المباراه بطله؟ الكره اللي معانا جميله وشيك وحلو عليها الشعار بتاع الاتحاد المصري لكره القدم، لكن لو ما تواجدتش في ملعب بالملاعب هل ده تخل بتوقع ان هي بعد القرار ده ما تبقاش موجوده في حصل ظروف يعني حصل ظروف احيانا بيبقى طاقم تحكيمي وبينسى الطاقم بتاعه اللي هيرتديه في المباراه. طب ماذا لو حدث ده ودي الكره المعتمده؟ هل لو اتلعبت ماتش بدون الكره المعتمده هل يعتبر ده اخلال بشروط المسابقه فمن ثم تعتبر المباراه لو موجود في اللائحه حته الكره دي يبقى اخلال بشروط المسابقه؟ وبالمناسبه هم وزعوا حوالي او هيوزعوا حوالي 20 او اكتر قليلا عدد كور لكل الانديه المشاركه في بطوله الدوري الممتاز عشان اللاعبين ياخدوا على الكوره نفسها، يعني كل يعني كنوع من التجريب. لا مش تجريب، كان نوع ان انت تبقى متعود على الكوره دي والطريقه بتاعتها او حجمها. ما هو التعود يعني بيجرب او بيخلي اللعيبه تتمرن عليها تتمرن بيها يعني. ثم في كل مباراه يبقى في عدد التسع كرات اللي موجودين في كل في كل مباراه. اتمنى خطوه مهمه بصراحه، خطوه مميزه يعني. نعم بس الاتحاد الكره هيبقى عليه كور كتير جدا. هم لازم يلبوا بقى هذه الامور والاحتياجات الخاصه بكل الفرق يعني. هي طبعا حاجه كويسه نشجعهم عليها بس طبعاً. المهم الالتزام بيها ده الأهم. المهم الالتزام بيها. طب فيما يتعلق بشكل جديد لبطولة أو لدرع الدوري والكاس مصر، هل شايف إن ده كان شيء حتمي وشيء ضروري إن يحصل يعني ولا؟ هو لابد أن يبقى. أنا سامع إن هم عاوزين يخلوا درع الدوري في متحف، وهذا يعني غير مقبول على الإطلاق، لأن درع الدوري لصاحب حق براءة الاختراع فيه هو النادي الأهلي. درع الدوري خرج من النادي الأهلي وبيستقر كل سنه تقريبا اللهم الا قليله في انديه اخرى يعني. الحق 41 بطوله دوري، الا يستحق ان يستقر الدرع بصوره نهائيه فيه ولا الافضل ان انت تعمل درع وتحط الدرع القديم في متحف؟ من يستحق هذا الدرع؟ الاهلي. الاهلي مش بتحيز للاهلي ولكن لانه فعلا يعني ده اللي بياخد بطوله ثلاث مرات بيحتفظ بكاسها بالزبط. او بدرعها او بالشكل اللي بتقدم من خلاله. طب فما بالك بالاهلي اللي حقق 41 لقب.
طيب ده ايضا شيء مناسب عشان نقفل الجانب المحلي وفيما يتعلق باتحاد الكره. لجنه المسابقات يعني قالت ان موعد او مواعيد الجدول او الاعلان عن جدول مباريات بطوله الدوري هيكون طبقا لتحديد الانديه للملاعب اللي هيلعبوا عليها الاول، بعد كده يعملوا قرعه عشان بطوله الدوري بشكل عام. شايف ان احنا ممكن الموسم الجديد نلتزم بموضوع الملاعب ده ومواعيد المباريات، ولا الامر هيبقى صعب وجديد علينا شويه؟ المهم ان اللي بيحضر العفريت هو الوحيد اللي بيعرف يصرفه. اذا كان اتحاد الكوره ليه رغبه حقيقيه وهو دلوقتي محرر من الضغوط، ما عندوش اي حسابات انتخابيه ولا بيخاف من الصوت العالي ولا اي حاجه من دي خالص، يبقى المفروض الاساس ان انت تحترم الجدول اللي انت حطيته وتحترم الملعب اللي انت قلت عليه، طالما انه حصل على موافقاته الامنيه سلفا. ما هو المفروض معروف ملعب النادي الاهلي هيبقى ايه، ملعب نادي الزمالك هيبقى ايه، ملعب باقي الانديه ال 18 اللي بتشارك في المسابقه. يبقى انا خلاص انا حددت الملاعب، حصلت على الموافقات الامنيه، يبقى لازم من كل الاطراف تحترم المواعيد والاماكن التي ستقام عليها المباريات. اخر ملف عايز اسالك فيه قبل ما نروح للنادي الاهلي وكل اخباره، يعني مدرب منتخب مصر وخلاص المدرب هيكون مدير فني وطني، الاسماء كتيره مرشحه، رايك ايه في الملف ده بالتحديد ومين الاقرب من وجهه نظرك الاصلح كمان لقياده المنتخب؟ هو الرئيس اتكلم بكل بلسان كل مصري يعني الحقيقه لما قال ان هو يكون مدرب وطني، كان في احساس بالاخفاق مع التجربتين الاجنبيتين المتتاليتين، حته الانتماء وحته السلام الوطني وحته العلم مش موجوده عند الاجنبي قوي. فحتة الوطني بقى يعني انا سامع ترشيحات ان كابتن حسن شحاته هيبقى المشرف في على المنتخب. على فكره دي تجربه فشلت قبل كده، فشلت مع كابتن محمود الجهري كان المدير الفني لاتحاد الكوره، صح صح، وانتهت باستقالته ورحيله الى الاردن مره ثانيه لو حضرتك متذكر يعني. التجربه دي فشلت مع الكابتن فتحي نصير وهو العالم الكبير في عالم طبعا التدريب طبعا. فهي ما بتبقاش تجربه ناجحه قوي. انا يا كابتن حسن شحاته انا بؤمن بقدراته التدريبيه، عاوز اعيده، ودي في حصلت في كتير جدا من المناسبات من مناسباته مع انديه ومنتخبات صح كبيره. الاهلي نفسه عاد منه الجنيه مرتين وثلاثه لتدريب النادي الاهلي. وارد جدا ان حسن شحاته لو احنا مقتنعين بقدراته التدريبيه ان احنا نجيبه كمدير فني للمنتخب، لكن حته المشرف دي انا مش مقتنع بيها على الاطلاق. اذا بنفكر في وجه جديد في كل الاسماء المطروحه، كابتن حسام البدري طبعا، كابتن ايهاب جلال، حتى كابتن جداً حسام حسن، يعني انا في نهايه الاتجاه حسن والاطار، الاتجاه والاطار انا شايف انا ما بختارش شخصيه، انا بختارها بناء على معطيات وتارجت المفروض انها تحققه لي، مش على نطاق الحب والهوى يعني. طيب نتمنى ان شاء الله ان يتم اختيار الاصلح واللي يلبي كل اهداف الشعب المصري. احنا عندنا المنافسه على بطوله دوري ابطال او عفوا بطوله الامم الافريقيه مره اخرى، الوصول لكاس العالم ده مهم قوي، احنا مش عايزين نقف مطلوب بقى 28 سنة. مطلوب من المدير الفني الجديد ان يكون عنده تارجت ان الشعب المصري كله بينتظر تعويض لما حدث في بطوله 19 في كان 19 بالظبط. نروح بقى للنادي الاهلي، اخباره كتير جدا ولعل اهمها اليوم افتتاح المدرج الجديد بالتحديد في اطار تطوير البنيه التحتيه في النادي الاهلي وفي اطار ايجاد كل سبل الراحه للاعبين استعدادا للموسم الجديد، اجهزه استشفاء، غرف محاضرات، غرف جديده لخلع الملابس. رايك ايه في الافتتاح النهارده؟ اكيد حضرتك تابعته على شاشه قناه الاهلي. احنا بنقترب في النادي الاهلي من المعايير العالميه لغرفه خلع ملابس انها تكون على الاطر السليمه والاطر العلميه والاطر اللي موجوده في اوروبا. كابتن محمود الخطيب النهارده بيواصل مسيره تنفيذ مش وعوده، برنامجه الانتخابي، هو ماشي مش بوعوده، هو ماشي ببرنامج الحقيقه وبيحققه يوم بعد يوم بدون شعارات وبدون مزايدات، من غير كلام كتير. الاهلي بيشتغل كتير اكتر في الحقيقة. بيشتغل ما انت هتشتغل هتتكلم صح. لو انت عاوز تشتغل فعلا هتبقى صامت عن الكلام، مش زي غيره اللي كل يوم لا بلا 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 وما بنلاقيش اي نتيجه. كابتن محمود الخطيب مش بس في مجال غرفه خلع الملابس، تطوير المدرج بشكل كامل فعلا في مسيرته الانشائيه كلها
مش بس في فرع الجزيرة، لا في فرع الجزيرة، في فرع مدينة نصر، في فرع زايد، في نهضة إنشائية كبيرة جدا. يمكن اللي بيحصل من إنشاءات جوه فروع الأهلي الثلاثة يمكن ما حصلتش من نشأة النادي الأهلي في 1907 وحتى تولي هذا المجلس. لكن الأهلي دايما ما تعودش يقول ان ده منسوب للكابتن محمود الخطيب وده اللي قبله، ده منسوب للنادي الأهلي بشكل كامل، هي مسيرة عطاء مسيرة كلها بتواصل، لكن هو امتداد لتنفيذ برنامجه الدقيق، يعني هو بينفذ برنامجه بدقة بدقة، يعني شيء اكيد مهم ومفرح لكل الاهلاويه بشكل عام، وان شاء الله يكون يعني ده من ضمن الاسباب اللي تؤدي برضو دي من الوسائل المهمه لراحه اللاعبين بالظبط، انها تكون عندهم غرفه خلع ملابس. هم كان عندهم بس غرفه تكون متطوره شويه، مكان فيه كل الاجهزه الخاصه بالاستشفاء، الخاصه بالجيم، كل حاجه، كل حاجه هم محتاجينها موجوده في مكان واحد. يعتبر ده يا دكتور مركز للفريق الاول، مركز سواء علاجي، تاهيلي، استشفائي، كل حاجة متوفرة في المكان ده، في يليق باسم النادي الأهلي وبحجم فريق زي فريق النادي الأهلي في مجال الكورة يعني. بالظبط، نتمنى كل التوفيق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. بالتالي ده استكمال لفرحة النادي الأهلي بفوز ببطولة الدوري، فرحة الأهلاوية فرحة كبيرة بالفوز بهذا اللقب اللي كان صعب جدا في الحقيقة، وكان النادي الأهلي بعيد. اسكت، مش الأهلاوية مش فرحانين بفوزهم ببطولة الدوري؟ لا، من قال كده؟ يا اخي يا اخي، ده ماشيه لليومين دول، البعض كده بيردد ان الاهلاويه مش فرحانين. لا، دي اغلى بطوله اكيد كل جمهور النادي يعني فرحان. يعني مطلوب من جمهور الاهلي ايه؟ يتحزم ويرقص ولا يضرب شماريخ على الهواء ولا يعمل ايه يعني؟ لا، جمهور الاهلي فرحان جدا، ما حدش يزايد على جمهور النادي الاهلي ولا يتكلم باسمه. الفرحه كنت تحسها يوم ماتش المقاولين مع الجون الثالث بتاع حسين الشحات. الفرحه كانت في القلوب ازاي؟ المجموعات الاهلاويه، الاسر بكاملها اللي طلعت في الشوارع بعد انتهاء المباراه. الاهلي لو بيتكلم على بطوله اتسرقت فهو بيتكلم على بطولات كتيره جدا هي اتسرقت منه هو. تعالى الاهلي بقى اللي بيتكلم على بطوله اتسرقت، البعض بيتكلم البعض يعني ما نقول على البطوله اللي ضاعت من الاهلي سنه 1978 بهدف اعتباري. لما نتكلم سنه 2003 بفعل فاعل الجون بتاع سيد عبد النعيم وخفاياه في الملعب الاخر، ما بطولة ضاعت. لما نرجع لورا شوية بقرار سيادي من اتحاد الكورة تضيع بطولة سنة 1988 كان عشان ايه؟ 1984 كان عشان ايه؟ حاجات كتيرة جدا لو تعددنا ليها، لكن دايما جمهور الاهلي يعني بيبقى طماع قوي، فعلا طماع قوي فعلا. جمهور الاهلي عاوز فرحته تكتمل بالسوبر، عاوز فرحته تكتمل بالكاس، عاوز فرحته تكتمل بالنجمه التاسعه، اهم حاجه عاوز فرحته تكتمل باستكمال مسيرته بالدوري الخامس على التوالي. الاهلي بيتعود من ما 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 بيطالب لاعبيه بان على الاقل 7 أو 8 بطولات دوري متتاليه. الحمل بيتقل على اللاعبين، بس هم قدها وقدود وقد المسؤوليه. الفرحه في القلوب عاليه جدا. لو جينا يوم ماتش الاهلي والزمالك، جمهور الاهلي ما كانش فرحان، كان نفسه المباراه تبقى 2-3 و4 وتنتهي بنتيجه كبيره، وكان الاهلي اقرب كثيرا انه يحقق هذه النتيجه. بالظبط، لكن في كل الاحوال جمهور النادي الاهلي اكيد سعيد. هل هي اغلى بطوله فعلا من بطولات الدوري؟ اغلى بطوله. اغلى بطوله. وما زلت الظروف وما زلت بردد ان كابتن محمود الخطيب هو من اعظم الرؤساء. كانوا كل رؤساء النادي الاهلي عظام، فهو من اعظم الرؤساء اللي تولوا رئاسه النادي الاهلي عبر تاريخه من 1907 حتى النهارده. بالورقه والقلم، مش بالمزايدات والشعارات بكل ما تعرض ليه من ضغوط، من ضغط نفسي وعصبي في كل الاصعده في منذ تولي المسؤوليه وحتى اللحظه. اذا كان يتشكل تيار صلحاوي لسنوات طويله، اعتقد انه بيتشكل جوه النادي الاهلي دلوقتي امتداد للتيار الصلحاوي، وهو التيار الخطيباوي. التيار اللي هو بيثق وبيراهن على كابتن محمود الخطيب ان هو قادر على صنع المستحيل. اللي بيراجع تاريخ كابتن محمود الخطيب، الراجل ده كان بيتحقن بالكورتيزون ويلعب فعلا. كان بيتحط مسامير وشرايح في رجله ويلعب. كان بياخد حقن بنج ويلعب. في كل الظروف كان دايما حاطط النادي الاهلي النصب عينه
ودايما ربنا كان بيكلل مجهوده بالنجاح لانه بيحب الاهلي بجد. هو الميزه دايما في النادي الاهلي ورؤسائه وعلى مدار التاريخ ان كلهم بيكملوا بعض، يعني انت دلوقتي عندك سي كابتن محمود. هي طبعا مسيره عطاء، بالظبط في سيستم معين كده اي حد بيجي بيقدر يمشي من خلال هذا السيستم ويكمل على اللي كان قبليه، وده اللي بيحصل في الحقيقه. وكابتن محمود الخطيب عامل مجهودات كبيره واخيرا طبعا. وطبعا وباقي اعضاء مجلسه كلهم طبعا كل التقدير أكيد. والاحترام ليهم طبعا فردا فردا يعني. اكيد. بالتالي النادي الاهلي عمل بعض الصفقات، عايز اخد تقييمك ليها. اليو ديانج، محمود متولي، محمد مجدي قفشه، بالاضافه طبعا لتمديد اعاره رمضان صبحي. كلها صفقات من العيار الثقيل، حتى العائدون من الاعاره كلها اضافات جيده وجيده للغايه في فريق النادي الاهلي. امتداد للمسلسل اللي بداه الكابتن محمود الخطيب باعتباره المشرف على الكوره من صفقات يناير وحتى اللحظه. صح. رمضان صبحي كانت احد روافض صفقات يناير، وهو امتداد تمديد الاعاره، هو طبعا امتداد لمسيره العطاء، والاهلي فعلا في احتياج ليه زي ما رمضان في احتياج للنادي الاهلي. صفقه محمود متولي من العيار الثقيل الاهلي كان يحتاجه فعلا، لاعب بامكانياته وبروحه. اللاعب المالي الاهلي برضو كان بيفتقد نوعيه اللاعب الهجام، اللاعب القوي بدنيا قوي واللي يستطيع المقاتله على كل كوره. مجدي قفشه، انت كنت بتبحث عن بديل لصانع العاب صالح جمعه، موجود يعني صالح جمعه ستايل، انما انت كنت بتبحث عن بديل لعبد الله السعيد. الستايل ده ربما يتوفر بنسبه كبيره جدا في محمد مجدي قفشه، مع وجود ناصر ماهر بستايله، مع وجود وليد سليمان الحاوي الكبير بستايله، كل ده مهم جدا وصفقات غايه في الروعه بتكمل مسيره النجاح. الاهلي كمان كان حريص على ان هو يسجل 26 لاعب، ده هايل. هو تفكير عنده كويس في تفكير كويس. عنده بعد اشهر قليله 3 أو 4 شهور هيبقى عنده مهيئ للتجديد الثاني، اذا كان هيستعين بصفقات من الخارج. عنده 4 اماكن، اذا كانت في شفاء بعض المصابين الان ان شاء الله ربنا يكمل شفائهم على خير، يبقى عنده استعداد ان هو يكمل مكانين منهم، يجي يستعين في يناير بلاعب او اثنين في الحدود المعقوله والامنه. انا اعتقد ان الاهلي في يناير مش هيكون في حاجه يمكن الا للاعب او اثنين على الاكثر يعني. بالكثير صعب يكون، لكن هي صفقات على فكره. كمان احنا عندنا في قطاع الناشئين في بعض اللاعبين طلعوا بيتمرنوا مع الفريق الاول دلوقتي، عربي بدر واكثر من لعيب يعني، والعائدون من الاعاره. انت عندك زخم، عندك زخم كبير رأيك يعني. رايك في القائمه ايه بتاعت النادي الاهلي؟ هايله هايله ومتناسبه جدا، وفرصه برضو ان احنا نوجه لمحمد نجيب كل تحيه وتقدير على انتقاله لنادي الجونه بعد مسيره عطاء استمرت 8 سنوات. حد لعيب نموذج هايل بينتمي للنادي الاهلي، واعتقد برغم انتقاله للجونه سيظل انتمائه وحبه للنادي الاهلي عالقا في وجدانه وفي وجدان الاهلاويه كتار، بيحبوا محمد نجيب باخلاقه وفنياته ومهاراته. لعيب محترف في الحقيقه يعني، لعيب عارف واجباته ايه جدا، لما نسمع له صوت فعلا. حينما كان موجودا في النادي الاهلي طوال 8 سنوات وحينما رحل فهو رحل من الباب الواسع يعني او الباب الكبير. فعلا نتمنى له كل التوفيق طبعا مع نادي الجونه، ونادي الجونه في بعض ابناء النادي الاهلي كمان بالمناسبه اللي بيقوموا بشغل في الحياه. هو عاوزين نقول عليه ان هو النادي الاهلي فرع الجونه. لا مش للدرجه دي، نادي الكره نادي الجونه طبعا نادي النادي الاهلي فرع الجونه بالاهلاويه القائمين عليه، النادي الاهلي فرع الجونه باللعيبه اللي بينتموا للنادي الاهلي الموجودين فيه، كمان الجمهور البحر الاحمر اهلاويه بدرجه كبيره جدا. فحتى حضورهم لتدريبات الجونه هذه الايام برضو مسانده للعيبه الاهلاويه الموجودين يعني. نادي الجونه طبعا نادي محترم يعني، اكيد ليهم كيانهم وليهم اسلوبهم يعني ليهم كانيونيتهم اللي هي يعني فاهم قصدي، نادي هو كمان هو كمان شركه بس بيربط الكلام بالعبيد اللي شركه احترافيه طبعا بتدير العمل باحترافيه كبير، بس من حقي يعني افخر ان يكون القائمين عليه اهلاويه. ماشي، وجهه نظر حضرتك.
نتمنى كل التوفيق لمحمد نجيب في مسيرته مع نادي الجونه ان شاء الله. بالتالي النادي الاهلي عنده بعض التدريبات خلال الفتره الحاليه ومقبل ان شاء الله على مباريات وديه بتسبق في مباراه وديه بكره باذن الله ان شاء الله. بعد كده تحددت ولا لسه؟ لسه مش عارفين هنلعب مين، بس ماتش ودي وبعد كده تكمل استعدادك بقى لمباراه اطلع بره. شايف الاستعداد ازاي لبدايه بطوله هي حلم لكل الاهلاويه؟ هو اطلع بره ما طلعش بره، هو طلع جوه. هو اللي طلع بره. هو اللي طلع بره. طبعا كامل الاحترام والتقدير ليه. يكون ان هو يراهن على ان يلعب المباراتين في مصر، ده قوه منه على فكره يعني. بتزيده غموض على غموضه اللي موجود بالزبط. مش حاجه نستسهلها يعني. بل بالعكس، هي ده يجب ان احنا نستعد لمباراه الذهاب دي استعداد خاص جدا. ونتخيل ان هي بتتلعب فعلا في السودان طبعا. او في جنوب السودان يعني. كمان اللي عاوزين نقول ان لعيبه فريق اطلع بره اكيد بيحسوا في وجود المباراه في برج العرب في اجواء مناخيه يمكن افضل شويه من اللي موجوده في جنوب السودان في هذا التوقيت. فهو هيبقى عنده ميزه انه عنده مناخ افضل يلعب فيه كوره. حته ان هو مجهول الهويه بالنسبه لفرقه النادي الاهلي هيديله نوع من التميز، خصوصا في النص ساعه الاولى من اللقاء. كل ده بيجعل الجهاز الفني قدام تحديات ان هو لابد ان يكون مستعد كويس جدا للمباراه. ان شاء الله يكون الاهلي حليفه الفوز في المباراتين ان شاء الله، ويتاهل لدور ال 32 باذن الله يعني. ان شاء الله. تتوقع ان مستر لاسارتي ممكن يلعب الصفقات الجديده بدايه من اول مباراه رسميه؟ اعتقد ان صفقه او اثنين مرشحه بقوه انهاء. مين مثلا من وجهه نظر حضرتك؟ اعتقد ربما محمود متولي في خط الدفاع. اعتقد ممكن المالي، ممكن في ظل تألق كمان حمدي فتحي، في الحقيقة لعيب مميز جدا جدا. حمدي فتحي من مباراة لأخرى منافسة، بس ستايل المالي مختلف عن حمدي فتحي. حمدي فتحي بيعتمد على المهارة والناحية الهجومية عنده عالية جدا. التاني بيعتمد على فكرة قطع الكورة، قطع الكورة والقتال على كل كورة. وده اللي هنشوفه ان شاء الله في الساعات المقبله. حته مجدي قفشه بقى يلعب ما يلعبش، ودي ده بقى الحته اللي فيها يعني مطحنه زي ما بيقولوا في يعني. في لاعبين وكلها لصالح لاسارتي وصالح المنافسه مهمه صح. جدا جدا جوه جدا سوق الفريق نفسه جدا جدا. الفرق بين اي فريق تاني للنادي الاهلي ايه؟ ان وجود النجوم بيصب في صالح الفريق طبعا. احيانا في انديه اخرى وجود النجوم بيخلق حاله من الصراع واللي عانت منها انديه كتيره جدا يعني. ومقبله على المعاناه فيها في قادم الايام يعني. نتمنى ان التوفيق كله يكون حليف النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، ونتمنى له ان شاء الله بدايه قويه في بطوله دوري ابطال افريقيا. بتشوف ازاي عوده النادي الاهلي للعب على استاد القاهره؟ طبعا مباراتي افريقيا مش هيكون على استاد القاهره، لسه كمان شهر او شهر ونص ان شاء الله يعود النادي الاهلي بعد تعاقده بشكل رسمي مع هيئه الاستاد. استاد القاهره اشتاء للاهلي، واشتاق لريحه فانيله النادي الاهلي اللي غابت كتير جدا عن الملعب ده لاشهر وسنوات طويله. مع ان هو شهد امجاد كتيره جدا وشهد تحقيق الاهلي لانتصارات وبطولات كتيره اهمها على الاطلاق، او يمكن يحضر في ذهني البطوله اللي حضرتك ذعته لقطات منها عام 1982 امام كوتوكو، اول بطوله افريقيه الافريقيه في تاريخ النادي الاهلي. البطولات اللي اتحققت كلها في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات والتسعينات والالفيه اللي هم ما رحم ربي في الكام سنه اللي فاتت يعني. فكون ان الاهلي هيبدا مسيرته المحليه على استاد القاهره ده شيء ايجابي جدا. في حاله عشق وهوس، مع ان اللي اعتقد ان هو ما لعبش على يعني اللعب على الاستاد ده يمكن ربما يكونوا ثلاث لاعبين فقط في صفوف الاهلي دلوقتي. تعرفهم هم مين؟ حسام عاشور شريف طبعاً. إكرامي ومين التالت؟ أحمد فتحي. اللعيبة اللي هي الخبرات اللي هم القدام يعني، شوية الجداد ما لعبوش معانا. وفي لاعب رابع بس كان لعب قدام الأهلي بفانيلة الإسماعيلي، عمرو السلية. إن شاء الله بإذن الله يكونوا موفقين في هذا الملعب التاريخي، والنادي الأهلي إن شاء الله ال 30 القايمة كلها هتلعب على ملعب استاد القاهرة السنة دي بإذن الله. الأهم بقى حضور الجماهير، وخلاص عودة الجماهير أصبحت أمر في ظل المنظومة اللي موجودة حاليا. أعتقد إنها هتبقى منظومة ناجحة جدا.
قادم الأيام كمان مع التفعيل وتوسعة الرقعة كل شوية هيبقى الدنيا مهيئة لعدد أكبر عدد أكبر عدد أكبر. أعتقد أن الأمور هتبقى طبيعية. الأمور هيرجع بشكل محدد الأول بعدد محدد برضو ولا الأمور هتبقى مفتوحة؟ لا أنا أعتقد مع المعايير بتاعت سعر التذكرة مع النظام في الاستجابة للفانز اي دي نفس الاجراءات اللي كانت متابعه في كان 19 اعتقد ان هي نفسها مش هتبقى مهيئه في الـ في الـ في الـ في الاسابيع الاولى من البطوله لاستيعاب عدد كبير من الجماهير. لكن في النهايه الامور هتبقى ماشيه بشكل طبيعي ستيب باي ستيب الا في النهايه نقول ان الاستاد كله مليان على اخره وبنفس النظام وبنفس السيستم. ده شيء ايجابي في صالح الكره المصريه مش بس باتجاه جماهير النادي الاهلي رغم انها الاكبر على مستوى مصر يعني لكن باتجاه كل جماهير كل الأندية أعتقد أن هي المستفيد والرابح الأكبر الكرة المصرية بشكل عام طالما أردنا أن احنا نطورها. بما أننا بنتكلم على استاد القاهرة هل من وجهة نظر حضرتك شايف أن الأفضل الاستاد يستضيف مباراة السوبر ما بين الأهلي والزمالك السوبر المصري ولا ده طبعا هيكون على حسب التنسيق يعني مع الشركه الراعيه ولا يبقى المباراه مثلا في الامارات زي كل سنه ما بنشوفه كلام من ده؟ والله هي من ناحيه تسويقيه حققت نجاح كبير جدا مادي لوجودها في الامارات في السنوات الاخيره. طبعا في اشتياق انها تلعب على ارضيه استاد القاهره ولكن الكره صناعه طبعا. اذا كان جزء منها يعني هدفه الارباح المتوقعه من هذه المباراه ولقينا ان هي وجودها في الامارات هتبقى افضل انا بميل الى تعظيم دور الصناعه او تفعيل دور الصناعه برغم اشتياق الجماهير المصريه ان تكون حاضره في مشهد في مباراه طبيعيه بين الاهلي والزمالك زي ما كانت عليه سنين واكثر من 60 سنه بالظبط في البطولات كلها يعني فرص النادي الاهلي في بطوله كاس مصر احنا عارفين عندنا مواجهه قويه جدا مع فريق بيراميدز بالمناسبه فريق بيراميدز هايل عاملين صفقات مميزه ممكن البعض يقول لك ده برضو. هم سابوا لعيبه كبيره زي كينو ومش عارفين لا بالعكس هم جايبين لعيبه مميزين جدا ويعملوا قائمه كامله متكامله من لاعبين يقدروا ان هم ينافسوا كمان بالمناسبه تشوف المواجهه دي ازاي في دور ال 16 واستكمال بطوله كاس مصر وفرص النادي الاهلي في هذه المباراه مواجهه ناريه ستنتهي ان شاء الله بفوز النادي الاهلي ان شاء الله ومن ثم هيبقى الطريق بالنسبه له من وجهه نظري يعني الشخصيه ان هو هيبقى الطريق بالنسبه له ممهد كثيرا للوصول للمباراه النهائيه باذن الله ومن ثم انا اعتقد ان الاهلي وبيراميدز هي نهائي مبكر للبطوله وان الاهلي ان شاء الله اذا نجح في تجاوز بيراميدز هو الاقرب ان شاء الله لنيل كاس مصر هذا الموسم. حضرتك متخيل يا دكتور التحديات اللي قبل انطلاق الموسم الجديد اللي هيمر بيها النادي الاهلي يعني عندك كاس مصر هينتهي قبل يعني يوم 5/9 ان شاء الله المفروض النهائي عندك سوبر قبل بدايه بطوله 18/9 قبل بدايه بطوله الدوري وعندك كمان دوري ابطال افريقيا مباراتي الذهاب والاياب تحديات قويه جدا في بدايه موسم بتشوف التحديات دي ازاي وبنسبه كام في الميه باذن الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يخرج من التحديات دي فائز يعني انا اعتقد ان الاهلي قادر باذن الله باذن واحد احد في ظل وجود الجهاز الفني الموجود اللي خلاص يعني بقى في كيمستري بينه وبين اللاعبين بدأوا كل طرف يحفظ الطرف الآخر برنامج الإعداد في أسبانيا فرق كتير جدا مع النادي الأهلي هو مش رح برنامج إعداد قصير جدا يعني بس يعني عمل لك نوع من حل المعضله شويه ايه برنامج الاعداد مش قصير ولا حاجه ده كان حوالي 11 يوم تقريبا في اسبانيا 11 يوم ده في عرف الكوره المفروض انت تاخد 4 أسابيع على الاقل انا هقول لحضرتك هو موضوع مقسم على مراحل كان في مرحله الاول في القاهره وبعد كده المرحله الثانيه كانت في اسبانيا المرحله الثالثه اقصد اقول لحضرتك ان هي في المجمل مش ال4 أسابيع يعني الاهلي خد يعني مرحله اعداد فديته صحيح طبعا. هي صحيح مش كافيه لكن على اساس المعضله بتاعت تلحم المواسم هي حلت المعضله هي حلت المعضله التحديات دي انك انت بتخش على كاس مصر متاخر جدا كان ممكن يتلعب قبل كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت احنا لسه فاكرين يعني من اللي كان ممكن يتلعب قبل بطوله الامم الافريقيه بيمتد بيك المطاف فانت المفروض ان انت تخش على بطوله جديده بدوافع جديده بتحديات جديده في نفس الوقت انت كنت خط مباراه في دور التمهيدي في بطوله دوري ابطال افريقيا تطلع من الاثنين تخش على السوبر
تخش على انطلاق المسابقه مع استكمال بطوله افريقيا. عاوزه كل مباراه بدافع مختلف اللي هو تجديد الدافع من مباراه الى اخرى. اعتقد ان دي لا يمتاز بها الا شخصيه لعيبه النادي الاهلي اللي دايما عودونا على ان هم بيعرفوا يفصلوا كويس قوي بين البطوله دي بين المسار ده والمسار ده والمسار ده والمسار ده. ان شاء الله باذن الله يكون الاهلي مكلل بالنجاح في كل البطولات اللي هيشارك فيها، لان زي ما انا قلت لحضرتك ان جمهور الاهلي طماع قوي. اكيد اكيد اكثر جمهور طماع في الكون يمكن. طبعا وحقه ان هو دايما يبقى طمعان في بطولات كتير، يعني هو متعود على كده من النادي الاهلي. بخلاف النادي الاهلي، أكثر الفرق جاهزية لانطلاق الموسم الجديد في الدوري المصري من وجهة نظر حضرتك، سواء فيما يتعلق بتدعيمات جديدة، استعدادات لائقة لبداية موسم قوي، من الفرق اللي شايفها جاهزة بشكل كبير جدا للفترة الجاية؟ شفت الصفقات اللي عملتها سموحة بتخليها خطوة كبيرة جدا على الطريق الصحيح، معاه جهاز فني لا يستهان به. شفت المصري في تجديد دوافعه في تلاحم موسمين مع نفس الجهاز. شارك الكونفدرالية كمان المصري. نعم فندم، المصري هيشارك في الكونفدرالية. بغض النظر عن مشاركته في الكونفدرالية، تخطيط الجهاز الفني كابتن إيهاب جلال عامل شغل رائع هناك. شايف ان بيراميدز بكل الصفقات اللي عملها دي برغم رحيل عنه بعض اللاعبين، لكن اللي جابهم برضو من ما لهوش اهميه، لاعبين مهمين فعلا، واعتقد انه هيكون منافس حاضر وهو اقرب المنافسين للنادي الاهلي يمكن في الموسم الجديد جنب سموحه والمصري. يعني الزمالك اعتقد انه هو ما زال غير جاهز، ما نعرفش الجهاز الفني هيقدر يعمل ايه المزمع التعاقد معه. ما نعرفش التوليفه اللي حصلت، لكن في الحقيقه يبقى نادي الزمالك نادي منافس طبعا مع النادي الاهلي. لا انا مش بتكلم على قيمه وتاريخ نادي الزمالك. طبعاً. لا كل التقدير والاحترام. أكيد انا انت بتسالي على الجاهزيه. الجاهزيه فانا برد من منطلق الجاهزيه. تمام. انا بقول لحضرتك هو الجاهزيه مش واضحه غامضه. هل الجهاز الفني هيحقق الجاهزيه الفنيه؟ هل اللاعبين هيكملوا النقص الفني اللي في المشهد الاخير اللي بينتهي به الفاصل ونواصل بين الموسمين، نفس الموسم ثم الموسم الجديد؟ المقصص بتشوف المقصص ازاي؟ مع كابتن احمد حسام ميدو مدير فني جديد وبعض برضه التدعيمات. احمد حسام ميدو عمل تجديد شباب لفرقه المقصه، كانت محتاجه تغيير جلد، كانت محتاجه تغيير دوافع كتير جدا. اعتقد برضه ان هو هيكون مش غائب عن حتى في المربع الاسماعيلي كمان. الاسماعيلي طبعا كمان عامل تدعيمات شويه الفلوس اللي خدها وحصل عليها ونجح في ان هو يدعم بيها صفوفه. كل ده لا، الموسم اللي جاي اصعب مما كان. اصعب مما كان يعني صعوبته في اتساع رقعه التنافس. يعني حلو، يعني السنه اللي فاتت كانت منافسه اهلي زمالك بيراميدز مثلا. تمام، السنه دي تتوقع منافسه اهلي زمالك بيراميدز انديه كمان؟ مش هقدر ارد عليك بالنسبه للزمالك الا لما نشوف الجاهزيه الفعليه. تمام، اسم الزمالك كبير جدا. أكيد. جدا، انما الجاهزيه الفعليه للزمالك بتجعله يمكن ربما المربع الذهبي. يعني حضرتك تتوقعه مين؟ يعني اتوقع ان يكون سموحه منافس قوي جدا على عكس ما بيعتقد البعض. اعتقد ان المصري برضو مش هيغيب عن المشهد، المصري المقصه الاسماعيلي كل الفرق دي، الزمالك طبعا مش هيبقى بعيد عن السادس يعني. يعني اكيد مش هيبعد عن المركز السادس يعني. طب بالنسبه للصاعدين تتوقع فرصهم في البقاء وممكن يكون في حصان اسود فيهم يعني في بطوله الدوري؟ تتوقع عندنا كمان المقاولين العربي احنا نسيناه خالص. طبعا كابتن عماد النحاس والشغل الهائل اللي عمله في مواصله ليه في الموسم الجديد برغم التحديات، يعني رحيل احمد علي وكده، بس برضه دعموا صفوفهم ببعض التدعيمات اللي اعتقد انها تساهم بشكل كبير في الموسم الجديد يعني. الصاعدين بقى للدوري الممتاز مصيرهم ايه من وجهه نظرك؟ يعني برضه في غموض ده بالنسبه لاف سي مصر. اف سي مصر واسوان هل هو عائد بهدف البقاء 3-4 مواسم في الدوري على الاقل ولا كزائر خفيف وهيعود؟ لازم نشوف طنطا كان ليه تجربه سابقه ما استمرتش طويلا، هل برضه هيكون زائر تقيل في الدوري ولا زائر خفيف؟ كل ده التدعيمات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت في الثلاث انديه دول ما بتقولش ان يعني في زخم قوي او في انطلاقه كبيره. تدعيمات محدوده يعني. تدعيمات محدوده لكن بتبقى انديه برضو ممكن تشاغب ولو من بعيد زي الانتاج الحربي، قدم عروض جيده جدا في النصف الاول من المسابقه. امبي
في وعود من جانب الجهاز الفني باتجاه الإدارة ان هو يعيد امجاد انبي السابقة حرس الحدود كابتن طارق العشري، بيراهن بقوة الا يكون حرس الحدود مجرد منافس من الهروب من دائرة الهبوط، يعني على الاقل هيسعى للوصول للمنطقة الدافئة. يعني اقول لك على حاجة دكتور، هو اهم حاجه ان الدنيا تبقى منتظمه السنه الجايه، هتشوف دوري كويس وهتشوف ده اللي قلناه في اول الحلقه يعني. واللي بنرجوه من الحاج عامر حسين يا رب يحج 10 مرات تاني ان هو بنتمنى منه ان هو يلتزم حرفيا بجدول مسابقه الدوري ده اللي برجوه منه وبتمناه منه، يعني عشان تبقى في النهايه في مسابقات قويه تنعكس ادائها وتحقق رؤيه السيد الرئيس في ان يبقى فيها فعلا نهوض بالكره المصريه. يعني اخيرا وانا بختم مع حضرتك، تتوقع مين في نهائي كاس مصر من وجهه نظرك؟ الاهلي والاتحاد. الاهلي والاتحاد، الاتحاد في سكه الاهلي على فكره. اعتقد الاهلي سكته بتروجيت. لا الاتحاد اعتقد. لا طب نرجعها مع بعض. اعتقد ان الاهلي يعني سكته بتروجيت. الجدول الاهلي هيلعب بيراميدز يوم اللي هو المباراه رقم 17 تمام 17 يوم في دور الثمانيه، الفائز من الاهلي وبيراميدز هيلعب حرس الحدود في مباراه رقم 25 صح؟ في المباراه رقم 25 صح 25 يبقى سكته بتروجيت. على فكره سكتنا بتروجيت، يا حضرتك تتوقع ان الاهلي يقابل الاتحاد في النهائي؟ يعني بقوه شديده جدا اعتقد ان الاتحاد مش هيفرط في المربع الذهبي ايا ما كان الفريق اللي قدامه، هيبقى طموحه الوصول. الاتحاد كمان عمل صفقات هايله السنه دي، وانا اعتقد برضو انه هيبقى جزء من مشهد المنافسه حتى في الاسابيع الاولى للمسابقه. يعني بالظبط، اكيد نتمنى كل التوفيق في مسابقات تكون منتظمه وتؤدي في النهايه ان احنا نشوف بطوله دوري مميزه، نشوف بطوله كاس كويسه كمان، ونشوف اداء اكثر من رائع من كل الانديه وبالتحديد من النادي الاهلي، ان شاء الله يحقق كل الاهداف الخاصه بجماهيره. يا دكتور ابراهيم انا اتشرفت جدا بتواجد حضرتك النهارده، انا اللي اتشرفت بيك يا امير، بشكرك شكرا وبحييك على انطلاقتك دي على قناه النادي الاهلي. انا متابع جيد ليك وشايف ان انت بتتقدم من يوم لاخر، وان شاء الله هتبقى يعني نجم ساطع في مجال الاعلام. دي شهاده بالنسبه لي، دي شهاده بالنسبه لي، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك حبيبي. كان معانا في فقره الضيف بالتحديد من حلقه كلام في الميديا النهارده الدكتور ابراهيم داوود، مدير تحرير جريده الكره والملاعب.